من الإنجازات المشرف الوطن طبعا فازت 3 فرق سعودية في ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية بدولة الكويت في 9 نوفمبر، ومن المرشحين للجائزة من ضمن طبعا 620 مبادرة و16 دولة عربية الأخصائية السعودية ريم الغامدي. طبعا يسعدنا ويشرفنا أنها تكون معنا اليوم في الاستديو. نرحب في ضيفتنا اليوم ريم الغامدي، حياك الله يا ريم. حياكم الله جميعا. طبعا بداية ريم نبارك لك ترشيحك وحصولك على يعني لقب وجائزة هذه سفيرة الإعلام طبعا من قبل وزارة الصحة، ونعرف بعد أنكم اتكرمتوا من وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الإعلام نفسه في دولة الكويت. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. طبعا ومبروك فوز الهلال بعد اليوم. مقدمين أنا وياك زعامة. هو نفس الشعور الحمد لله، مثلنا وطن وهي فرحة وطن في الآخر. طبعا أكيد. طيب ريم، أنا بيك توصفي لنا شعورك بهذا التكريم ما شاء الله وهذا الشرف، وتمثيلك يعني لنا خير تمثيل. ما صراحة أقول لك يعني بغير مبالغة، نعم، شعوري ما ينوصف. إلى الآن أنا بعيش اللحظة الجميلة، لكن لما يكون 4 فرق سعودية ويفوز منها 3، تارجت شيء يعني كبير وإنجاز يضاف للوطن. طبعاً. يعني أنتم ما تتخيلي بس لما يقولوا المملكة العربية السعودية وبينادوا على اسمك، ما أقدر أوصف لك الشعور، شعور جدا جدا رائع. والحمد لله أنه حالفنا الحظ ومثلنا البلد خير التمثيل، وهذا أقل شيء نقدمه للوطن الغالي. طبعاً. والله يا ريم الفرحة مبينة في عيونك بأمانة أقول لك إياها. خليني بس أسألك عن المعايير طبعا اللي أهلتك أنك طبعا يعني تتكرمي وتكوني من المرشحين بالفوز بهذا اللقب اللي هو سفيرة الإعلام النفسي. طبعا اللقب هذا جدا يشرفني ويسعدني، لكن هو كان تباعا على التكريم الحاصل. ما أقدر أقول أنه في معايير ثابتة، لكن بحكم أني ناشطة جدا في السوشيال ميديا وناشطة في مجال تخصصي، فلي بصمة ولله الحمد وشعبية كبيرة في مجال السوشيال ميديا، سواء في القنوات المعروفة بالسناب باليوتيوب بتويتر، أيضا في مجال الأنشطة التطوعية من أجل نشر مفهوم الصحة النفسية من المصدر الصحيح، ونحاول نخدم أكثر فئة نقدر نوصل لها من شرائح المجتمع. جميل جميل. طيب ريم، كلمينا شوي عن تكريم فريق أمانك النفسي. طيب فريق أمانك النفسي أسسته في عام 2017. للأمانة هو كان مجرد فكرة في 2016 راودتني، وكان هدفي الوحيد طبعا العام أنه أنشر مفهوم الصحة النفسية. كيف إحنا ممكن نخدم المجتمع، خاصة اللي ما حد يقدر يجي المستشفى، أو بعض الأشخاص اللي ما يكون عندهم مثلا خدمات ومنشآت صحية. أسست الفريق بدون جهة رسمية داعمة وبدون تمويل مالي، ولله الحمد بدأنا أنا ومجموعة من الشباب والشابات المتخصصين في علم النفس موجودين في الرياض وأبها وجدة. بدأنا على مسيرة نشر التوعية، والحمد لله حققنا طبعا أكثر من مشاركة شاركنا فيها، عملنا أكثر من برنامج، عملنا أكثر من مبادرة. تكريمنا صراحة بدولة الكويت يعني أقدر أقول إن شاء الله أنه المرحلة المفصلية في تاريخ الفريق بإذن الله. إن شاء الله. ريم، خلينا نتكلم شوية عن حاجة مهمة زي هذا الملتقى، هذه الملتقيات بشكل عام اللي تحث أو ترسخ الإنسانية وتطوع عند كثير من الأشخاص على مختلف مجالاتهم واختلف تخصصاتهم. قد إيه مهمة وبتلعب دور كبير لأي حد أنه يرسخ فينا حب الإنسانية وحب الخير للغير، وأيضا التطوع أنه إحنا نحب نساعد. للأمانة أنا شفت شيء يعني بدولة الكويت رائع جدا جدا، هذه السنة الرابعة على التوالي، يعني هم مش أول سنة. ممتاز. كانت المشاركات ومبادرات فريدة من نوعها، يعني أنت كل ما تزوري ركن تسمعي فكرة جديدة، تسمعي شيء مبهر للأمانة، يعني تمايز وتفاضل في المشاركات عجيب. طبعا الحمد لله يعني استحقاقنا للفوز ضمن هذه المبادرات الفريدة يعتبر الحمد لله إنجاز مشرف لنا والحمد لله، لكن أنت ما تتخيل قديش الطابع العام اللي شفناه، الجو اللي فيه تحفيز على نشر أولا حب العطاء دون مقابل التطوع، ما في جو التنافسي اللي بنشوفه أبدا، كل البلد بيشوفك مبروك، تستحقوا الدعم، مبادرتكم جميلة، تروحي حب الخير للغير جدا، تروحي تشوفي مبادرة ثانية مثلا من الجزائر على سبيل المثال، تشوفي فكرة إبداعية تتمني فعلا أنها يعني
تشوفي عندنا هنا اكثر من احنا الحمد لله في مجالاتنا هنا يعني عندنا جهات كثير تدعم التطوع، لكن نتمنى صراحه انه نشوف شيء زي كذا محفز. جميل. يعني احنا ودنا انه يكون في تحفيز للشباب هذه الجوائز. يعني في عندنا بعض الجهات تقوم عليها فيها تكريم وجوائز، لكن فكره الملتقى انه يضم لك مبادرات شبابيه من اكثر من دوله خليجيه وعربيه، ما تتخيلي قديش اول شيء تشوفي ثقافات غيرك، نشر ثقافة التطوع في كذا بلد، تشوفي إيش الإيجابيات اللي هنا، إيش المعوقات اللي هنا، تستفيدي من أشياء كثير، أيضا تتعرفي قديش إحنا الحمد لله شعب معطاء ونحب روح العطاء. صحيح صح يا ريم، أنا معك، يعني أكيد أن الناس ممكن تتطوع يوميا، بس هم ما يسوون البلانينج أنه أنا بروح أتطوع، هو يعني مجرد أنه سويت خير بدون مقابل. صح. هذا التطوع من عندك أنت، مو قاعد تنتظر، فهذه في تربيتنا وفي ديننا وفي مجتمعنا بشكل عام. ثم بالك لو صار في دعم بالضبط. الحمد لله بالضبط بيصير في أشياء حافظ. على مستوى عالمي نقدر نقول. ريم طب ما شاء الله، يعني أنت في البداية لاحظتك تكلمتي قلتي أنه أنت عندك تأثير في السوشيال ميديا وعندك مواقعك الخاصة أو ساحتك الخاصة، منصاتك اللي أنت تكلمين فيها وتوعي الناس، لكن بنعرف إيش هدف ريم ما شاء الله بعد هذا الإنجاز الحلو والرائع، وأنت أكيد أنك يعني زي ما تقولين رول مودل أو مثال يحتذى به عند الشباب والبنات، بنشوف إيش البلان حقتك أو إيش خطتك وإيش هدفك. حقيقة أنا بتكلم عن أهدافي ما راح أخلص، لكن أنا أقدر أقول لك في جملة واحدة، طموحنا عنان السماء. كثير كثير من الأهداف اللي في بالي، إذا بتكلم على مستوى الفريق أطمح بمشيئة الله إلى انتشار الفريق أكثر وأغطي منطقة الشرقية ومنطقة الشمالية، بعد كذا أطلع للخليج إلى العالمية إن شاء الله، ما عندي حدود. أما إذا بتكلم على الصعيد الشخصي والمهني، ما في تارجت توقفين عنده. علم النفس متجدد، يعني كل فترة في موضوع، كل فترة في شيء جديد، كل فترة أنت تحاول تفيد المجتمع بحاجة، فإحنا مستمرين في تغطية الفعاليات والأنشطة اللي بنقدر عليها. أضيف أنه ممكن أبرز يعني إعاقة يعني في تاريخ الفريق عندي، أنه ما حصلت الجهة اللي تدعم الفريق، لكن حولنا هذا الموضوع بطريقة إيجابية وخلينا كل فكرة نؤمن فيها نتبناها بدون ما نخلي هذه العقبة توقف نشاط الفريق، والحمد لله راح تسمعوا قريب يعني ان شاء الله اخبار جميله على الفريق. انا ابغى اسمع الاخبار الجميله من الحين ان شاء الله. طيب لانه مطبطه بشويه على الاخبار، خليني اقول لك على شغله، يعني حضرتك قلتي انك زي ما قالت قبل شويه مها انه عندك منصاتك بتحكي فيها باشياء، طبعا اتوقع تصير في استشارات واشياء كثيره. انت بتتكلمي عن تخصص وعن معرفه، يعني انت اوريدي جالسه بتعملي بلان تثقيف ايش راح اسوي بكره وبعده وبعده، واقعيا ومهنيا غير الشاطئ اللي تسويه غير الانتشار، هذه اكيد الجائزه هذه هي مفتاح لاشياء ثانيه. صحيح. مثلا ايش الاشياء اللي في بالك الحين؟ انا بعد ما اخترت عندي الجائزه باذن الله، ايش اللي انا راح اسويه غير موضوع الانتشار والتوسع والوصول الى العالميه؟ ما احب اقول في تحفظ في الموضوع. طيب وانا احترم التحفظ هذا، لكن في شيء ان شاء الله يعني اطمح له ومن فتره، لكن مع وجود الجائزه ولله الحمد ممكن انه يصير اسرع. ساعدت. طيب كلمي ريم شوي، انت قلتي انه انتم تغطون الرياض وتغطون جده وتغطون كمان الشرقي ابها. طيب هل انتم تدخلون للمحافظات والقرى ولا لا؟ والهجر توصلون له؟ لا، ممكن هذه عن طريق بس زي ما تقولي منصات الفريق السوشيال ميديا، قديش ناخذ منهم استشارات او استفسارات، لكن ان نروح لهم لا. طيب ايش الاشياء اللي انت المعوقات اللي انت حاسه فيها؟ لانه من حكيك في اشياء ناقصه، ودائما يعني كررتي كذا مره الدعم الدعم الدعم، هو غياب الجهه الداعمه. يعني انا ممكن من اقرب مكان ما دعمني، لو بتكلم حتى لو اقرب يعني من جهه عملي مثلا او غيره، ما في دعم. يعني فرقه تطوعيه منتشره في كذا. دعم معنوي ولا مادي؟ ايش الدعم اللي انت تحتاجينه؟ الدعم المادي والجهه الرسميه. اوكي. بعض الانشطه عندنا ممكن اكبر معوق، لو مثلا بعمل نشاط في مول محتاج انا جهه رسميه مصرح فيها. صحيح. حتى انا اخذ البرميشن. انا ما اقدر اعمل بمجرد اسم الفريق. ايضا الدعم المادي راح يكون فيه اتباع للدعم الرسمي، لكن انت ما تتخيلي احيانا لما يكون عندي فعاليه فبقول للاعضاء اللي عندي ما احد يحط ريال،
لانه هم اغلبهم طلبه خريجين، يعني مو كلهم يعني زي ما تقول موظفين او عندهم مثلا ميزانيه. تخيلي رند احيانا تفاجئ انه يعملوا قطه بينهم ويعمل يعني احيانا مثلا زي مثلا بانر احتاجه او رول اب او شيء للفريق، اتفاجئ في ابها اعملوها. طبعا اوجه الشكر لاعضاء ابها خاصه لانهم كثير اكتف عندي وكثير يعني نشيطين، وما شاء الله بدات يعني مسيره الفريق والانطلاقه يعني اقدر اقول من ابها. تخيلوا احنا هنا بالرياضه بس ما شاء الله عليهم البنات هناك شعله من النشاط. حب العطاء عندهم عالي جدا، ما يبغوا مردود، ما نبغى يعني شكر او دعم، احنا نبغى نعمل شيء ونوصله حتى لو انه تكلفنا من جيوبنا. فلما انا اشتغل مع جروب زي كذا وين اكيد راح اوصل، يعني انا متاكده انه ان شاء الله راح نتقدم لاكثر من كذا، والحمد لله هو هذا الاساس الجوهر المطلوب فيه، حب عطاء بدون انتظار المقابل. وريم هو فعليا الدعم المعنوي اهميته لا تقل عن الدعم المادي. يعني الدعم المادي برضه انتم محتاجينه، واي احد اتوقع يحتاجه كمان الدعم المعنوي، يعني الاثنين في نفس الكفين. انا هي اخر جمله ختمت فيها في العرض وقت ما قدمته الجمهور اللي كان بدوله الكويت، لان احنا عملنا قبل التكريم في تصويت، فنطلع فريق فريق يشرح مبادرته برزنتيشن ويتكلم. فاخر جمله ختمت فيها وقلت لهم احنا محتاجين اكثر شيء الدعم المعنوي، وانتم كجمهور ومجتمع احد اساسات استمراريه فريقي. يا سلام. طبعا يعني انا اشكر وجودك اليوم يا ريم، واشكر يعني انك شرفتينا بامانه في دوله الكويت، باذن الله يعني توصل لكل اهدافك اللي قلتيها واللي ما قلتيها كمان. اكيد احنا حنسمع اخبارك ونتابعها ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل سريع، اكيد من بعده مكملين. بعد